صباح الخير. مأزمة أنا وشباب وصبايا لويتها اليومين، بس ما الحق عليكم، حق على سمير جاجة، والحق عليكم بتصدوش وما بيقول. اللي ما عم بفهمه أنا إنه كيف يعني بأي عقل وبأي صواب وبأي منطق تجي فرصة لسمير جاجة إنه يخلص، إنه كلنا نخلص من كابوس اسمه جبران باسيل، وما بياخدها للفرصة. حجة شو؟ إنه سليمان فرنجية مثله مثل جبران باسيل، مثل بعضهم. يا عيبي شو مع هالحكي؟ لك أنا آخر همي إذا بيجي سليمان فرنجية، وأنا بعرف حالي وضميري مرتاح، وبعرف حالي مين منتخب ومين داعم. أنا مطلعهم لمارك داو ولنجاة صليبة ولوضاح الصادق نواب، أنا هول منتخبهم وداعمهم، وعرضوا علي مصاري وما خدتهم، وإذا بيقولوا لا هلأ بسمي كيف بعتوا لي المصريات وما خدتهم، وبعرض conversations. ما همي يجي سليمان فرنجي، انا همي اخلص من كابوس جبران باسيل. ليه سليمان فرنجي سوري؟ ليه يا عيب شو عليكم؟ وليه جدكم بيكم بيير شميل وعمكم كاميل شمعون وخالكم الابات الاسيس هن اللي فوتوا سوريا على لبنان مش سليمان فرنجي؟ كل المسيحيه فوتوا سوريا على لبنان مش سليمان فرنجي؟ لا بدكن ايه هو انه انتو تقتلوا له بيو ويروح شو يمشي مع ضد السورية معكن؟ ولو ما نكون انتو سورية كيف قدرتوا تطلعتوا على اهدن؟ كيف امرأتوا حاجة السورية لو ما انتو سورية كنتوا بهذيك الايام؟ عما جيبات الردع كانوا يسرقون الكتائب بالبترون، جيبات الكتائب كانت تقطع خط عسكري على سوريا. كل القديمين بيعرفوا انتو ولاد خلقتهم مبارح هودي اللي عم تشارعوني. سليمان فرنجي سوري يا عيب الشوم عليكم. بس سمير جعجع مش قصة انه بده سليمان فرنجي رئيس او ما بده اياه، مش هو الموضوع. سمير جعجع ما بده يخلص من جبران باسيل، هي دي كل القصة. وانا بقلكم ليه؟ لانه اذا خلص انتهى جبران باسيل بينتهي ورا سمير جعجع، لانه هن بيكملوا بعضهم. ما زهقتوا بقى؟ ساعة بيعلوا مع بعضهم، ساعة بيتصالحوا بعد ما زقتوا. لكن عمركم ان شاء الله بيجي جبران بيصير رئيس، وان شاء الله بتقعدوا برا انتو مش ما قعدتوا برا 6 سنين. ان شاء الله هيك بتكونوا مبسوطين. واخر همي انا، اخر همي مين ما بيجي رئيس جمهورية، انا كل همي نخلص من النكد. بس انتو بلا مخ.